السلام عليكم بطل سنة ستة الجميل اللي بيدرس منهج كونكت بلس، ويلكم باك. النهارده ان شاء الله هندخل الوحده الاخيره يونت 4 اسمها وي كان ميك ا ديفرنس، بامكاننا ان نحدث تغيير ونحدث فرق. اسم اليونت نفسه كده مشوق، انا متاكد ان شاء الله انك هتقعد انترستد، هتقعد مهتم، لان الكلام اللي هنقوله النهارده كلام شيق جدا. بحبك جدا. عندي ليك خبر حلو، ان الجرامر اللي موجود في فيديو النهارده شرحناه قبل كده. عارف انت الفيديو اللي فات اللي كان مدته ساعة، ده شرحنا فيه الجرامر اللي هو المباشر والغير مباشر في الجملة الاستفهامية، سواء كانت استفهام بهل او استفهام بأداة استفهام. فاحنا كده كده شرحنا الجرامر، يعني النهاردة كلمات ونصوص reading وlistening بس. مطلوب من البطل انه يعمل تدوير للشاشة علشان نشوف كل حاجة واضحة، يجهز الورقة والقلم علشان يكتب ورايا الكلمات والنقاط المهمة، طبعا تردد ورايا لانك قاعد في حصة، وما تنساش يعني حاجة صغيرة كده، اللايك الجميلة بتاعتك، اشتراكك في القناة. هل انت مشترك في القناة ولا لا؟ اشتراكك في القناة صدقني بيفيدنا وبيدعمنا كتير جدا. ويلا بينا من غير ما نضيع اي وقت كبير، يلا يا ابطال جاهزين نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. Let's get started. اول حاجه هنبدا بيها هي ليسن 1، الدرس الاول، الكلمات اللي فيه. النظاره اسمها glasses. glasses 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 glasses. بتبدا بالناس بقى اللي ايه، اللي بيحط، اللي بيلبس نظاره، اللي بيحط دعامات، اللي بيستخدم كرسي بعجل، اللي بيستخدم سماعات. نظاره glasses glasses. تقويم الاسنان او دعامات الاسنان اسمها braces 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 braces. كرسي متحرك يعني wheelchair 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 wheelchair. سماعة الأذن اسمها hearing aid hearing aid hearing aid hearing aid. شعر مجعد اسمه curly hair curly hair curly hair. شعر مستقيم اسمه straight hair straight hair، الشعر المفرود straight hair. واحد بخيل أو قاسي أو مش طيب، تمام، أو مش لطيف، ممكن نقول مين وممكن نقول unkind، سواء كان قاسي او بخيل هما نفس المعنى الانجليش. مين 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 شرير شوية، مين او unkind 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 مش طيب unkind. طيب مختلف different different. we are all different، احنا كلنا مختلفين، مفيش حد فينا زي التاني، ودي حاجة كويسة، واختلافنا بيميزنا. مختلف different. نظام الكتابة بطريقة برايل اللي هو الكتابة للمكفوفين اسمه the braille writing system the braille writing system the braille writing system. يضحك laugh laugh laugh. ممل boring boring. يتخيل imagine imagine imagine. طيب kind kind. على حد سواء equally equally. We are equally important. احنا كلنا مهمين على حد سواء، كلنا مهمين زي بعض بالظبط. Equally equally. فريق كرة السلة basketball team basketball team. رياضي sporty sporty boy، ولد رياضي sporty sporty. فصول تعليم اللغة، هي فصول يعني classes، فهقول language classes. فصول تعليم اللغة language classes language classes. مادة الجغرافيا جيوغرافي جيوغرافي. اوكي جيوغرافي اللي هي مادة الجغرافيا. وتعالى بعد كده عندنا expressions. يشعر ببعض الحزن يعني زعلان شوية feel a bit sad. اوكي feel a bit sad. تبدو متشابهة look the same. look هنا مش ينظر، look هنا يبدو. the same يعني زي بعض او متشابهين. look the same. مختلف عن different to different to different to. we're different to each other، احنا مختلفين عن بعض. يحاول ان يكون متشابه try to be the same the same، نفس متشابه او نفس الشيء try to be the same. يضع تقويم الاسنان فاحنا بنقول wear braces wear braces wear braces wear. يرتدي wear braces يعني يضع دعامات للاسنان او تقويم الاسنان. يعزف على الجيتار play the guitar play the guitar play the guitar. الآلات الموسيقية بتاخد the
وبتاخد الفعل play اللي هو يعزف. جيد في good at, good at. لديه مشاكل في السمع يعني have problems hearing, have problems hearing, have problems hearing. يحدث فرق make a difference, make a difference. Okay. يحدث فرق make a difference. تعالوا بقى للجمل الخاصة بلسن 1, الجمل الخاصة بالدرس الأول, وبعد كده نقرأ نص لسن 1. والجمل مش مترابطة فاحنا هنفهم كل جملة على حدة, كل جملة لوحدها. أول جملة سؤال بتقول how are we different, ازاي احنا مختلفين to each other, مختلفين عن بعض ازاي, هو كل واحد فينا عنده حاجة مختلفة عن التاني. Okay. يعني مثلا واحد اقول his hair is curly, شعره مجعد. طيب وليد, لا وليد مختلف different, but وليد's hair is very straight. طيب he wears glasses, هو لابس نظارة زي حالاتي كده, he wears glasses. طيب بالنسبة لانجي مثلا, انجي wears braces, انجي بتضع تقويم سنان. to help her teeth, علشان تساعد اسنانها ان هي get straight, تكون مستقيمة. طيب امل مثلا, امل uses a wheelchair, أمل بتستخدم كرسي متحرك. ليه؟ because she can't walk well, أنا لا تستطيع, she can't walk, أن تمشي well, جيدا. طيب بالنسبة لأمينة, أمينة has a hearing aid, أمينة عندها سماعات أذن. ليه؟ because she has, لأن هي عندها problems hearing, مشاكل في السمع, problems hearing. We look after, أيا كنا مختلفين فإحنا بنخلي بالنا من بعض. We look after, نحن نعتني ب other أو each other. We look after each other, نعتني ببعضنا. In our classroom, في الفصل, كلنا مختلفين في الفصل بس كلنا بنعتني ببعض. We are, أخطر وأهم جملة وأفضل جملة, We are all equally important, كلنا مهمين على حد سواء, زي بعض بالظبط في الأهمية. اللي من غير نظارة زي اللي بنظارة, اللي بيحط سماعة ودان زي اللي ما بيحطش, تمام, اللي عامل دعامات أسنان زي اللي أسنانه مستقيمة, كلنا مهمين زي بعض, مفيش حد أهم من التاني. We are all equally important, we are all equally important, كلنا مهمين على حد سواء. What should we do, طب نعمل إيه؟ If we see someone being mean, لو شفنا واحد mean, واحد مش لطيف, قاسي, at school, في المدرسة, بتريق بقى على اللي لابس نظارة, بتريق على اللي عامل دعامات, بتريق على اللي حاطط سماعات, بتريق على واحد على كرسي بعجل, نعمل ايه؟ اكيد طبعا مش هنتخانق معاه, اكيد هنقول للمستر. تعالى نقرأ النص الخاص بلسن 1. Why we're all special, ليه كلنا مميزين؟ اللي كتبت الكلام ده ريم, فلما نلاقي اي في النص نقصد ريم. اوكي, باي ريم, بواسطه ريم. اوكي, واضح من الصوره ان في فصل مش واقفه, وان الطلبه مختلفين, في اللي شعره كيرلي وفي اللي شعره ستريت, وفي بنوته كيرلي وفي بنوته شعرها ستريت, في بنت حاطه سماعات, في ولد لابس نظاره, في اختلاف هنا, في ديفرنس. Today our teacher Mrs. Mona, النهاردة مدرستنا اللي هي Mrs. Mona, asked us, سألتنا السؤال ده, يا أولاد how are we different to each other, احنا ازاي مختلفين عن بعض. طبعا that's an easy question to answer, ده سؤال سهل ان احنا نجاوب عليه. تعال نشوف احنا مختلفين ازاي. Asr is very tall, Asr ده طويل جدا. He is taller than everyone else in the class, هو أطول من أي واحد تاني في الفصل, يعني he is the tallest boy. I'm, أنا اللي هو ريم بقى, I'm very short, أنا قصيرة جدا. طيب سليم's hair, شعر سليم is curly, مجعد. But وليد's hair, بس شعر وليد is very straight, ناعم جدا, مستقيم, مفرود جدا. And he wears glasses, وبيلبس نظارة. انجي wears braces, انجي بتضع تقويم سنان. To help her teeth get straight, علشان تساعد اسنانها ان هي تكون مستقيمة. To help her teeth get straight. امال uses a wheelchair, امال بتستخدم كرسي متحرك. Because she cannot walk well, لانها ما بتمشيش او لا تستطيع ان تمشي جيدا. طيب امينة, امينة has a hearing aid, امينة
عندها سماعات اذن. ليه؟ because she has، لان هي عندها problems hearing، مشاكل في السمع. We have different families too. اختلافنا مش في الشكل بس والقدرات اللي عندنا، لا، حتى الاسر بتاعتنا. I have three sisters. I ريم، انا عندي ثلاث اخوات بنات. But my best friend امال، بس صديقتي المفضله امال، has two brothers، عندها اخين. My friend داليا، صديقتي داليا، loves sports، بتحب الرياضات. But I prefer language classes، بس انا بفضل حصص اللغات. Then Mrs. Mona asked us، بعد ما Mrs. Mona سألتنا السؤال ده وقلنا لها احنا كلنا مختلفين في ايه، سألتنا سؤال تاني او طلبت مننا طلب. Mrs. Mona asked us to tell our friend، كل واحد يقول لصديقه. okay، طلبت مننا كده، asked us، طلبت مننا to tell our friend، ان نخبر صديقنا. about something that makes them special، about something، عن حاجة that makes them، بتخليهم special، مميز. فكل واحد راح لصديقه وقال له حاجة فيه مخليه مميز. فهي طبعا البيست فريند عندها أمال زي ما قالت. I told أمال I love her curly hair، أنا رحت الأمال وقلت لها أنا بحب شعرك المجعد جدا. And the way she helps me، والطريقة اللي هي بتساعدني with math، في الرياضيات. She's the best at math، هي الأفضل في الرياضيات. The best at، الأفضل في. She's the best at math in the class، الأفضل في الرياضيات في الفصل. أنا مال told me، وأمال بدورها بقى راحت قايلة لي she loves the way I make her laugh، بتحب الطريقة اللي أنا بضحكها بيها، أنا funny، بضحك. When she's feeling a bit sad، لما هي بتبقى زعلانة شوية، فصديقتها ريم بتضحكها. بعد كده مسز منى قالت لهم، مسز منى said، طيب يا أولاد imagine، تخيلوا a world، عالم where we're all the same، كلنا في نفس الشيء، محدش مختلف عن التاني، نفس الشعر ونفس الطول ونفس القدرات ونفس الأسرة وكل حاجة. What would it be like، هيكون عامل ازاي العالم ده؟ فشريف قال actually، في الواقع I think it would be a bit boring، هيكون ممل شوية. فسالي قالت له yes، أيوة، it would be really boring، هيكون ممل فعلا. okay، فمسز مونا قالت and imagine، طيب تخيلوا بقى if everyone was good at the same things، لو كل واحد كويس في نفس الحاجة، كلكم شطار في الانجليزي، كلكم تمام، كلكم شطار مثلا في الرياضيات. said Mrs. Mona. فريم قالت well then it wouldn't be very exciting، دي مش هتكون حاجة مثيرة جدا، ان احنا كلنا زي بعض، ايه المثير في كده؟ فمسز مونا قالت لهم it's good that everyone is different، فعلا كويس ان كل واحد فينا مختلف عن التاني. some of us are tall، بعضنا طويل. some short، والبعض قصير. some have curly hair، في بعضنا عنده شعر مجعد. and some have straight hair، وبعضنا عنده شعر ناعم. some of us have two brothers and sisters، في عندنا، في مننا اللي عنده أخين وأختين. and others have three، وفي اللي عنده تلاتة. some of us are good at music، بعضنا جيد في الموسيقى. and others، وآخرين are good at sports، others يعني آخرين are good at sports، جيدين في الرياضة. everyone agreed، والكل متفق معاها والكل شايف ان كلام المس صح. كده المس قالت المغزى بقى من الدرس، the important thing is، الشيء المهم هو that we look after each other، ان احنا بنعتني ببعض in our classroom، في الفصل. اهم حاجة ان احنا بنخلي بالنا من بعض في الفصل، كلنا مختلفين بس كلنا بنراعي بعض وبنعتني ببعض. people shouldn't be unkind، shouldn't يا ولاد، الناس لا يجب ان تكون unkind، غير لطيفة to someone، لحد. because they're different، لانه مختلف، عشان هو مختلف عني فالمفروض ما اكونش unkind معاه. our school is for everyone، مدرستنا for everyone، للجميع.
Our school is for everyone. للطويل والقصير واللي شعره كيرلي واللي شعره ستريت. We are all equally important. الجملة اللي قلت لك عليها مهمة جدا. كلنا مهمين على حد سواء. كلنا زي بعض بالضبط في الأهمية. We are all equally important, said Mrs. Mona. فأنجي بتقول لها But what should we do? طيب انت بتقولي ما حدش يكون unkind. طب لو لقينا حد unkind, What should we do? ماذا يجب أن نفعل if we see someone being mean? لو شفنا واحد mean, mean يعني غير لطيف, قاسي, شرير. At school, في المدرسة, نعمل إيه? She asked, أو asked Angie. I saw someone being unkind to Tariq. أنا شفت واحد مش لطيف مع طارق. The other day, اليوم الثاني, because he forgot his glasses, لأن طارق نسى نظارة. Okay, فأنا لما بنسى نظارة يعني بكون مش شايف حاجة أصلا. فطارق كان كده. فواحد اتريق عليه, تنمر عليه. And so he couldn't see well. فطارق مش شايف كويس لأنه نسى النظارة. Mrs. Mona قالت You should always come and see me. دايما تقولي وتقولولي لما يحصل حاجة زي كده, تقولي You should always come and see me. See me هنا تشوفوني تقابلوني, تمام؟ أنا أو أي مدرس تاني or another teacher, said Mrs. Mona. Here at school, هنا في المدرسة, we should all help each other. Okay, should طبعا يجب أن بيجي بعدها مصدر. We should all help each other. كلنا لازم نساعد بعض ونكون متعاونين مع بعض. ده lesson 1, الدرس الأول. يلا بينا بقى ننتقل يا أبطال للسن 2 ونتعرف على كلمات listen to. يلا بينا. listen to الدرس الثاني. اول كلمة عجز او اعاقة disability. 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 اصوات sounds. 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 لغة الاشارة sign language. sign language. sign language. لغة الاشارة sign language. Okay. بستخدمها مع الشخص اللي ما بيسمعش او ضعيف السمع sign language. قراءة الشفاه, قراءة الشفايف اسمها lip reading. lip reading. lip reading مهمة يا اولاد. lip reading. lip reading. lip reading. ممكن اقول لك كلمة بشفايفي فانت تفهم انا قلت ايه. قراءة الشفايف lip reading. لغة الاصابع finger spelling. okay. finger spelling. finger spelling. finger spelling. finger spelling. finger spelling. finger spelling. اكتب لك كلمة كده كي تقراها finger spelling. التواصل communicating. 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 التواصل التفاهم, اقدر اتكلم معاك اوكي واوصل لك المعلومة باي طريقة تواصل. communicating. رسائل نصية هي وسيلة من وسائل التواصل. text messages. text messages. text messages. يتواصل الفعل يتواصل اسمه communicate بياخد with مثلا communicate with يتواصل مع communicate with وممكن تقول communicate in يتواصل ب مثلا communicate in sign language يتواصل بلغة الإشارة communicate يتواصل. يدعو أو يعزم invite. invite بتدعو واحد أو بتعزم واحد invite. يخمن guess. guess صوت القطة اللي هو المواء اسمه meowing. ميوين ميوين ميوين. أصوات هادئة quiet noises. quiet noises. حديث talking الحديث أو الكلام talking. talking. الجبهة اللي هي المنطقة دي مقدمة الرأس forehead. 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 طيب يحدث happen. happen. ملعب playground. playground. يخبر tell told told. tell told told. يقول say said ليقال said. say said said. يدرس او يعلم teach taught taught. teach taught taught with expressions. يتواصل مع زي ما قلنا communicate with. communicate with. communicate with. okay. how can you communicate with your family. ازاي بتقدر تتواصل مع اسرتك. صعوبات في السمع hearing difficulties. hearing difficulties. طبعا كلمة difficult صعب. difficult صعوبات. يسمع ضوضاء صاخبة
عالية. Hear loud noises. Hear loud noises. إنه من الصعب أن it's difficult to. It's difficult to. It's difficult to. يستخدم لغة الإشارة. Use sign language. Use sign language. اضغط بيدك على دقنك. دقنك مقصودش شعر الدقن، كلنا عند ولاد وبنات عندنا دقن اللي هي المنطقة دي اللي تحت اللي تحت البق، فهي اسمها chin. لكن الدقن الشعر ده اسمه بيرد، حاجة تانية. Press your hand on your chin. Press your hand on your chin. يقوم بأداء لغة الإشارة الأمريكية. Do American Sign Language. Do American Sign Language. Do American Sign Language. يتحدث لغة ثانية. Speak a second language. Speak a second language. Speak a second language. طيب هننزل بقى آخر حاجة عندنا listen to، جمل listen to ونصوص listen to. بالنسبة للجمل هي جمل خفيفة جدا، وكذلك نص listen to هيكون نص خفيف جدا، هو الدرس أصلا صغير. طيب بالنسبة ل listen to فالجمل بتاعته هي الجمل دي، بتقول we use many ways to communicate with each other. احنا بنستخدم طرق كتير to communicate لكي نتواصل with each other. We should help. لازم نساعد people، الناس with hearing difficulties، اللي عندهم مشاكل في السمع، تمام، او صعوبات في السمع. تاني we should help. اكتر كلمة تكررت معنا should، يجب ان، ويجي بعدها مصدر help. We should help. يجب ان نساعد people with hearing difficulties. جملة جاية ملهاش علاقة، بتقول I heard our cat mewing. انا سمعت القطة بتاعتي بتعمل صوت المواء بتاعها اللي هي بتنونو. Lip reading، قراءة الشفاء، and sign language ولغة الإشارة are useful ways to communicate. هي طرق مفيدة في التواصل. تاني lip reading and sign language، قراءة الشفاء ولغة الإشارة are useful ways، طرق مفيدة، طرق فعالة to communicate، للتواصل. There is a way of communicating called finger spelling. في طريقة للتواصل اسمها التهجي، اوكي، عن طريق الايه، الاصابع. I send text messages. انا ارسل رسائل نصية to my friends، لاصدقائي، ودي وسيلة من الكوميونيكيتنج ان انا ابعت text messages. طيب تعالى لنص listen to، ونص صغير جدا. نص listen to. Today our teacher، النهاردة معلمتنا، invited an interesting person، دعت شخص شيق كده كلامه حلو. خلي بالك ممكن اصف الانسان انه interesting، اوكي، لان في ناس بتقول لا الانسان بالاي دي، والاشخاص والاشياء بالاي ان جي. لا طبعا، هنا واحد شيق، واحد كلامه حلو بيقعد يتكلم فبنهتم معاه. كولد اسمه الشخص ده، اسمه مستر كمال. فالتيتشر انفايتد مستر كمال تو كم، انه يجي and talk، ويتكلم to us، لينا in class، في الفصل. مستر كمال told us about the best ways to communicate. مستر كمال قال لنا عن افضل طريقة للتواصل with people، مع الناس who have hearing difficulties، اللي عندهم صعاب او صعوبات في السمع. First he asked us what sounds we heard every day. فاول حاجة هو سألنا احنا، قال لنا ايه يا اولاد الاصوات اللي انتم بتسمعوها كل يوم. He asked us what sounds، ما الاصوات، we heard every day. We had lots of ideas، وطبعا كلنا كان عندنا افكار مختلفة وكتيرة. يعني مثلا my friend Adam said، ادم صاحبي قال، he heard other people talking، ان هو سمع ناس بتتكلم، حاجة بيسمعها كل يوم. And I said، وانا قلت، I heard our cat mewing، انا سمعت القطة بتعمل صوت المواء in the morning، في الصباح. Then Mr. Kamal asked، بعد كده مستر كمال سأل، what we thought would happen، نتخيل ايه ممكن يحصل if we couldn't hear well، لو احنا ما بنسمعش كويس. It really made us think، وده سؤال فعلا خلينا كلنا نفكر. Adam asked if we would only be able to hear loud noises،
آدم بيقول له احنا ممكن احنا نكون بس بنسمع الأصوات العالية بس. مستر كمال said that he was right. مستر كمال قال له فعلا صح، الأصوات الهادية مش موجودة، مش هنسمعها. It's difficult to hear quiet noises. اللي عنده صعوبات في السمع فصعب انه يسمع الأصوات الهادية. Next, Mr. Kamal asked us what ways we communicate with each other. مستر كمال سألنا سؤال تاني، قال لنا طيب ايه الطرق اللي بتتواصلوا communicate with، بتتواصلوا في بيها مع بعضكم. We thought there were lots of ways. طبعا كلنا فكرنا ان في طرق كتير بنتواصل بيها مع بعض. I said انا قلت that talking was a way of communicating. التحدث وسيلة تواصل، الكلام نتكلم، اكلم اللي قدامي فانا كده بتواصل معاه. Adam said that using expressions. آدم قال ممكن نستخدم التعبيرات، ممكن ابتسم له مثلا فيفهم حاجة، اوصل له حاجة. Like smiling was another، دي حاجة تانية. Eunice said that writing messages. Eunice قال طيب كتابة رسائل ممكن اتواصل واكتب رسائل. تمام؟ Writing messages in his phone was his favorite way to communicate. كتابة الرسائل بالتليفون هي افضل او طريقته المفضلة للتواصل. Then Mr. Kamal told us about a really clever way to communicate. بعد كده مستر كمال قال لنا على طريقة فعلا كويسة جدا وفعالة جدا to communicate، في التواصل. Can you guess what it is؟ تقدر تخمن بقى وتقدروا تخمنوا ايه هي الطريقة دي؟ بس كده هنقف. انت بقى خمن بقى يا ترى ايه؟ هو سابها لك مفتوحة. حلوة قوي النهاية دي، انك تقعد تفكر. ده كان listen to الدرس الثاني اللي هو كلمات وجمل. وزي ما قلنا الجرامر، احنا فعلا شرحنا الجرامر اللي هيجي، احنا فعلا شرحناه في فيديو سابق وكان واخد مننا فترة كبيرة جدا، فكده كده الجرامر الحمد لله مشروح. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. Thank you for watching. شكرا جدا للمشاهدة، شكرا ان ابطالي كملوا الفيديو ده للاخر ووصلوا النقطة دي. بحبكم جدا، وبكل اسف اقول لكم خلاص خلصنا، هتوحشوني كتير جدا ان شاء الله لغاية السيشن الجاي. سلام، جود باي.